متنفه ثقافي في الهواء الطلق، هكذا استقبلت أمانة منطقة الرياض بداية موسم الشتاء. الشارع الثقافي امتد على مساحة كبيرة من شارع التحلية بالرياض، واستقطب العديد من الزوار الذين فضلوه على نزهة برية. أعتقد أن الأمانة وفقت كثيرا في تنفيذ هذه الفعالية، سواء اختيار الموقع، اختيار التوقيت المناسب، وتنوع الفعالية. يعني يأتي رب الأسرة ومعها مختلف أفراد الأسرة في مختلف الأعمار، كل منهم يجد بغيته في الشارع الثقافي. تنوعت فعاليات الشارع الثقافي، بينما كان للفن نصيب الأسد. هنا فنان يداعب خيال الأطفال برسمه لأسمائهم، وهنا ممثل يجسد رموزا عربية لا تزال إسهاماتها تعيش معنا، فيما يسطر هذا الرجل أمنياته، وهو حديث عهد بحدود وطنه الذي دافع عنه بدمه، حيث كان قبل فترة قريبة على ثغور الربوع. دعواتكم لهم ولا قايمين مكفين موفي يحمون من دوننا، هم الحين يحمون من دوننا على منطقة نجران، والعدو مدحور إن شاء الله. أكثر من 30 ركنا ركنت على أرصفة الشارع الثقافي الذي تستمر فعالياته لخمسة أيام. فئات متعددة نجحت الفعالية في استقطابهم لتحقيق أهدافها الثقافية. عبد المحسن الشعوان، الإخبارية، الرياض.